ينضم إلينا مباشرة عبر الهاتف من مدينة مصراتة المحلل السياسي مروان الدرقاش. بداية سيد مروان، ما هو تأثير تواصل الاشتباكات في مدينة صبراتة على المدن المجاورة لها؟ بالتأكيد، أولا مرحبا بكم. بالتأكيد تواصل الاشتباكات في مدينة صبراتة سيكون له أثر سيء على محيط مدينة صبراتة. نحن نعرف جيدا بأن مدينة صبراتة تقع في منطقة بين العاصمة والحدود الغربية لليبيا، والتي الحدود الأكثر استعمالا لأنها مع دولة تونس. أيضا هذا المحيط تتشابك فيه العلاقات الاجتماعية وكذلك القوى السياسية والعسكرية. ازدياد حدة الصراع أو تواصل هذا الصراع ربما يجذب أطرافا أخرى للاشتراك فيه، وقد يوسع دائرة هذا الصراع ليشمل مدن أخرى مثل الزاوية أو صرمان أو زوارة حتى، وربما أيضا ربما يتطور حتى يصل إلى العاصمة. شاهدنا أمس أيضا اشتباكات في العاصمة نفسها، وهذا الأمر سيء على الاستقرار في المنطقة الغربية، ويجعل المنطقة الغربية الوضع في المنطقة الغربية أكثر هشاشة، مما يساعد الكثير ممن يطمعون في موطى قدم في المنطقة الغربية، سواء كان من عملية الكرامة أو من تنظيم الدولة أو من مؤيدي وأنصار النظام السابق، يجدون في هذه الاضطرابات فرصة لزيادة الوضع احتقانا، وربما الدخول إلى العاصمة طرابلس أو أي من المدن الغربية. لذلك فإن تصعيد وتيرة الصراع أو بقائه على ما هو عليه بالتأكيد له أثار سلبية وسلبية للغاية على الاستقرار والأمن في كل المدن الغرب. نعم. طيب سيد مروان، بالنسبة لهذه الاشتباكات، يعني ما هي تداعيات استعانة الطرفين بمجموعات من خارج المدينة؟ هذا بالطبع يوسع دائرة الصراع ويجعل هذا الصراع ينحى مناحي أخرى غير التي بدأت به. هو الآن أصبح صراعا فكريا بدخول أتباع المنهج المدخلي على هذا الصراع، أصبحوا يتنادون ويتناصرون، ويأتي المؤيدون لهذا الفكر خاصة بعد إصدار فتاوى من اللجنة العليا للإفتاء التابعة لعملية الكرامة في جعل القتال في صبراتة هو من الجهاد حسب ما يقولون، وهو جهاد للخوارج. ولكن مع صدور يعني امر من اللواء عبد الرحمن طويل، وهو المكلف برئاسه الاركان من حكومه السراج، صدور امر بايقاف اطلاق النار، اعتقد ان الخوارج الان هم الذين يرفضون وقف اطلاق النار بعد صدور هذا الامر ممن يعتبره الجميع في صبراته يعتبره ولي امر لهم. يعني رئيس الاركان هو الان جميع الكتائب المتقاتله تتبع رئاسه الاركان. لذلك طيب سيد مروان، يعني هل تعتقد بان كتيبه الوادي ستلتزم بهذه الاوامر، لا سيما انها لم تلتزم في السابق؟ يعني بالنسبه للكتيبه 48 سمعنا في الاخبار انهم قد نشروا يعني بيانا قالوا فيه بانهم سيلتزمون بوقف اطلاق النار، وانهم اصدروا اوامرهم بجميع من يتبع هذه الكتيبه بوقف اطلاق النار. ولكن كتيبه الوادي حتى الان او غرفه الوادي لم يصدر منها اي بيان بهذا الخصوص، وهذا يجعلنا يعني نرتاب فعلا في تبعيه هذه الغرفه، هل هي فعلا تتبع لرئاسه الاركان كما يقولون؟ واذا كانوا يتبعون لرئاسه الاركان كان يجب عليهم الخروج في الاعلام لاعلان انصياعهم بها اوامر رئيس الاركان وتراقبهم حتى الان وعدم اعلانهم ذلك حتى الان، يظل ان وراء كلمه ما وراءها، وربما يكون مساله تبعيتهم لرئاسه الاركان هي مجرد ذر للرماد في العيون او محاوله لنفي تبعيتهم لجهه اخرى ربما تكون عمليه الكرامه. طيب بالنسبه لدعوه آمر القوى الوطنيه المتحركه سعيد جوجيل، كيف ممكن ان تلقى هذه الدعوه توقف الحرب او انتهاء الحرب في مدينه صبراتة؟ هذه الدعوة ربما سيكون لها تأثير ليس بالكبير، ولكن أعتقد بأن قوة مثل القوى المتحركة ربما تساهم إذا استعانت بها رئاسة الأركان
في تشكيل قوة محايدة من خارج مدينة صبراتة تتبع لرئاسة الأركان، وتعمل هذه القوة المحايدة على وقف إطلاق النار بالقوة، أو تكون قوة فاصلة بين القوتين المتحاربتين والمتقاتلتين. إذا قادت الحكمة والعقلانية رئاسة الأركان إلى اتخاذ يعني تصرفات أو إجراءات عملية وليس مجرد إصدار الأوامر وإصدار البيانات، الموضوع الآن لا يحتمل التأخير ولا يمكن الاكتفاء بإصدار الأوامر وقف إطلاق النار أو إصدار البيانات والتصريحات، وإنما يجب على حكومة السراج الآن أن تتخذ إجراءات عملية، ومن بين هذه الإجراءات العملية تشكيل قوة محايدة للفصل بين المتقاتلين والمتحاربين، وأيضا تشكيل وعلى وجه السرعة لجنة من العسكريين، لجنة تقصي حقائق يعني النظر في كل الخروقات وفي كل التجاوزات التي حصلت، وتعيين من الجهة المسؤولة عن هذه الخروقات والتجاوزات حتى لا تتكرر مرة أخرى، وأيضا حتى يطبق ما لوح به رئيس الأركان المكلف بأن أي جهة تمتنع أو ترفض وقف إطلاق النار سوف يتم سحب شرعيتها. ومعرفة الجهة التي تمتنع عن وقف إطلاق النار يحتاج إلى لجان تقصي حقائق ولجان مراقبة وقف إطلاق النار تكون موجودة على الأرض وتصدر تقاريرها وتصدر أحكامها في من هو من المسؤول عن أي اشتباكات تحدث. نعم سيد مروان. وبالتالي نعم سيد مروان، لضيق الوقت يعني سياسيا من هي الأطراف برأيك المستفيدة من تأزم الوضع الآن في المنطقة الغربية؟ أكاد أجزم بأن أكثر طرف مستفيد من هذا الوضع هو عملية الكرامة وقائد عملية الكرامة الذي الآن يتبجح بأن له موضع قدم في المنطقة الغربية ويستطيع أن يضرب استقرار المنطقة الغربية ويستطيع أن يهاجم أي مدينة في المنطقة الغربية. أيضا هناك بعض المجموعات والعصابات التي يمكن أن تستفيد من هذه الأحداث، مثل تنظيم الدولة، يعني أصبحت الآن المنطقة هشة أمنيا وغير مستقرة، ويمكن لأي مجموعة أن تدخل وتثير الفوضى وتثير المشاكل. أيضا هناك مؤيدون النظام السابق ربما أيضا هم يستفيدون من هذه الأحداث في افتعال المشاكل في المدن واستثمارها لصالحها. نعم المحلل السياسي مروان الدرقاش كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.